تكشف، تاخذ مثل العدسة هني، تكشف الأشخاص على حقيقتهم وعلى نواياهم، تقاوم إن ما تسمع مشورتهم كثر ما تسمع لصوتك الداخلي وحدسك، حدسك الخاص، أوكي؟ لأن في ناس وايد راح يكونون محيطين فيك، مثلا يعطونك منصب معين أو مهمة معينة، يقع عليك الاختيار في شيء معين، فتشوف يحاط بك الأشخاص وايد زائفين اللي يتقربون منك لغرض واحد فقط، لغرض أن هم يكونون قريبين من المصدر اللي يوصلهم للشيء اللي يبونه. أنت راح تكون مثلا أمين على خزينة، أمين على مسؤول موافقات، أوكي؟ عندك مسؤولية أو منصب أن تمنح الموافقات والتصريح لأشخاص وايد، أوكي؟ فهم يبون أو أنت تحصل على هاي الموافقة، فيبون يتقربون منك ولكن مو بنية صافية. الحين ندخل في طاقة عندنا هني الأوبزيرفر، الشخص اللي يراقب. احنا دائما هاي نسميهم الفلكيين، اللي يقولون لنا متى راح يصير شهر رمضان، متى راح يعتبرون العيد، متى راح يحل الشهر الفلاني. الملاحظ، المراقب، ما تقدر تلاحظ هني عندنا القمر، ما تقدر تلاحظ الا لما شوي تكون بروحك، اوكي؟ وتشوف هني ثعلب. الثعلب كلنا نعرفه مكر، ولكن غير عن المكر الذكاء. الذكاء اللي احنا محتاجين، شوف قاعد يقول لك تحلى بنوع من الذكاء اللي انت تقدر تتعامل مع جميع الناس، جميع الاجناس، جميع المواقف، لان احسك راح تمر باشخاص على قد شعر راسك في الفترة القادمة، وراح تتعرض لاشخاص اكثر، كل واحد جاي من بيئة معينة، كل واحد جاي من دولة مختلفة، وعندهم اساليب جدا خداعة ملتوية من اجل خداع الناس. وبعطيكم مثل، مع ان انا ما يخصني هني، بس بعطيكم مثل عشان تتضح امامكم شيء. انا مثلا في قراءاتي في التارو اسوي قراءاتي هني على اليوتيوب، ومخصصة الانستغرام، التواصل في الخاص على الانستغرام فقط من اجل طلب القراءات الخاصة، اوكي؟ فعندك هني ناس شو يسوون؟ عندك ناس شو يسوون؟ يتبعون اسلوب ملتوي عشان ياخذون منك اللي يبونه. شنو يبون مني هاي الناس؟ يبون ان يفتحون معاي موضوع، مع ان انا اوريدي حددت ان لا حد يتواصل معاي الا من اجل القراءات الخاصه، فيفتحون الموضوع ان لو سمحتنا بقراءات خاصه، اطرش لهم التفاصيل، وبعدين شي يصير يسكتون ويرجعون بعد فتره يفتحون موضوع غير ما لخص في القراءات الخاصه، يخص مثلا متى راح تنزلين قراءات الشهر، متى راح تنزلين قراءات اللي كذا كذا كذا، اوكي؟ نبي منك القراءات اللي كذا كذا، مع ان انا حددت. هني وايد عندك طاقة انت بعد، ليش اعطيك هالمثال؟ لان هاي المثال وايد قريب من طاقتك لقيته. انزين، طاقة عندك سيوف، محتاج تحدد، محتاج تكتشف من البداية الاعيبهم. انا هالناس اللي بسرعة قدرت افهم طاقة السيوف، بسرعة الحسبة، بسرعة نقدر نحسب، مو شرط احنا يكون برجنا هوائي عشان بسرعة نقدر نكشف الكشف، نكشف نوايا الأشخاص اللي قدامنا. النية إن نيتهم مو صافية. لما يكون الشخص ما يحترم القواعد اللي أنت تحطها، أوكي، ما يحترم حتى ذكائك، لأن لو يحترم ذكائك بيعرف إن أنت ثعلب. أنت ثعلب، تملك كل الموارد، تملك كل الخدع في حيلك يا برج الثور عشان تتشكل بمئة ألف لون، وكل لون له مليون درجة. تقدر، عندك القدرة. ولكن من البداية لازم تحط في بالك هالشيء، ان المرحلة المقبلة اللي انت مقبل عليها، المنصب الجديد، اوكي، التعميد الجديد اللي راح يعطونك اياه، راح يفتح المجال لاشخاص وايد من بيئات مختلفة، من دول مختلفة، ما عندهم مشكلة يستخدمون اسلوب ملتوي عشان يصلون لك انت. الهدف انت. ليش الهدف بتصير انت؟ لان قلت لك راح تملك في يدك. أنا حين مثلا أملك نوع من طاقة الاستبصار أو التارو أو النصح، أنت تملك، راح تملك أو تكون مسؤول على خزينة، قلت لك، أو موافقات أو منصب جديد، نوع من السلطة، راح تملك نوع من السلطة، أوكي؟ فوايد لازم تكون حذر، وهاي الحذر ما ينفع تمشي مشوار وبعدين تكون حذر. الحذر لازم يكون صديقك المقرب المرافق لك حتى في الليل، حتى في الظلام. الحذر من هاي الناس،
لأنه مستحيل إنسان سوي، أوكي، إنسان محترم، إنسان عنده نوع من الروحانية يعرف وفاهم القواعد، ما في إنسان ما يفهم القواعد، وبعدين يلاقي أسلوب يبي يلتفي على القواعد، وهذا التفاف وهذا استخفاف فيك وفيني، استخفاف يستخفون عبالهم إن إذا اتبعوا أسلوب ملتوي رح يقدرون، أوكي، أنا هاي الناس أقابلهم ببلوك، أنت شلون تتصرف معاهم بنشوف في هالقراءة، ولكن الأوبزيرفر الملاحظ اللي عنده عدسة التلسكوب قاعد يقول لك من البداية لازم ترصد، تكون الراصد بسرعة، عندك السيفين وعندك فارس السيوف، خليك جريء يا برج الثور، لا تشكك في نفسك، لا تقول لا يمكن أنا ظلمتهم أبدا، خليك سريع في فرز الزين من الشين، الأشخاص الصادقين معاي من الأشخاص اللي جاييني ويبون يبنون علاقات، أوكي، أو يبنون حتى شيء معاي فقط من أجل أن يحصلوا على موافقة معينة، أو يكونون قريبين من الشخص، مني أنا من برج الثور اللي في يدي الموافقات والسلطة، عرفت قصدي؟ أنت ما تقدر تحدد ليش الناس بهالطريقة، ما نقدر ندخل في نفسياتهم وفي نشآتهم وفي البيئة اللي تربوا فيها، بالنسبة لهم هذا شيء عادي ترى، لكن اللي نقدر نفهم من القراءة أن هني برج الثور أنت بالنسبة لك هالشيء مو عادي، مو أسلوبك اللي تتبعه، مو بيئتك هالناس، فطلعهم بسرعة، افصل طاقة السيفين، افصل ولا تتردد، لأن عندك فارس السيوف، أسرع فارس في التارو، وأكثر فارس يتعامل فقط مع الحقائق، ما يتعامل مع المشاعر. شلون يعني لما أنت مثلا نفرض أن هاي اللي بتحصله يكون منصب معين تمنح الموافقات في وظيفتك مثلا، موافقات على شيء معين، إذا الطلب ما يستوفي كل الشروط ما في شيء اسمه أني أتنازل، أني أطوف، أني أطوف طلب ما يستوفي كل الشروط عندي، ما في، بسرعة تحدد يمين أو يسار، قبول أو رفض، ويكون فيه نوع من الجرأة، ما عندك خوف من المواجهة، ما عندك خوف أن تزعل ناس، لأن أساسا هاي الناس لو يحترمونك كان ما اعتبروا نفسهم يقدرون يلتوون على القواعد المحطوطة، مو بس انت حاطها يا برج الثور، محطوطة قواعد يسمونها courtesy, common courtesy، قواعد لباقة مؤسسة من كل البشرية من كل الديانات، ما في دين واحد ما يملك قواعد اللباقة، في ناس ما تملك اللباقة، في يدك السيف، لا تقول لي ما اقدر، في يدك السيف، انت عندك السلطة وعندك القدرة ولك حق، التارو هني يقول لك لك حق، مثل ما انا لي حق اعطي هالناس بلوك وازيلهم بسرعة من محيط طاقتي، لان في ناس مثل الطفيليات يعيشون على طاقتك، اوكي، يعيشون على ان كل فترة ينطون عندك، يكلمونك، يطلبون منك شيء، يذكرونك ليش ما نزلت الشيء اللي ليش وعدتنا بهالشيء ما سويت، عرفت، مو حبا فيك. الانسان الجريء فارس السيوف الجريء ما عنده خوف انه ينظر الى المرآة وينظر في التلسكوب ويقول انا عارف وحاس ان هاي الشخص ما قاعد يتقرب مني حبا فيني، لو انا كنت مجرد شخص عادي موجود في اليوتيوب او في الانستغرام ما اهتم، ولكن لان في يدي شيء، في يدي حرفة، في يدي نوع من السلطة، وهذه المثل اللي اعطيتك اياه ترى ينطبق على طاقتك هالشهر، ما اعطيتك اياه الا لان جدا 100% مع طاقتك خلال هالشهر، ما ادري انا بالضبط برج الثور ما تعاملت معه وايد من ناحية هل هو يصبر، احسه يصبر، او بسرعة يتخذ قرار في البلوك مثلا، بسرعة يتخذ قرار في الرفض، انه يرفض معاملة معينة، يرفض مكر معين يصير تحت عينه ويرضى عليه، ولكن هاي اللي النصيحة لك الموجودة، سواء كان من اطباعك او مو من اطباعك، طبعا بعد يعتمد على باقي القمر الطالع عندك، باقي الكواكب في وين موجودين، في اي ابراج موجودين، يعتمد على كل واحد خلطته وين، ولكن بشكل عام هذه هي النصيحة لك، وهذا هو التذكير، ان السيف بيدك انت. الاسبوع الثاني، ناخذ نفس ونقول الاسبوع الثاني شو يقول لك. All that glitter، انا تذكرون خصوصا المتابعين اللي معاي من بداية اليوتيوب كنت دائما اقول لك ليس كل ما يلمع ذهبا، هذه كانت طاقة سبعة الاكواب، سبعة الاكواب هذه مو تارو، ولكن ايضا هذا الكرت يقول لك كل هذا البريق،
كل هذا البريق وفوق الجبل اللي كله بريق ماسك أقنعة. لحظة سقوط الأقنعة بتشوف. أنا بقولك شيء، تعرف المثل اللي عطيتك إياه؟ عندك بصير في الأسبوع الثاني لحظة سقوط الأقنعة هي لحظة إن أنت تاخذ، لما فعلا تاخذ قرار بخصوص هاي الأشخاص وما تعطيهم الموافقة أو ما تعطيهم الشيء اللي هم يبونه منك، بعدين راح تبين نواياهم الحقيقية، بعدين راح تبين، راح يبين حبهم الحقيقي وتعلقهم فيك. هل يحبونك فقط لأن أنت قاعد تعطيهم خدمة معينة؟ هل أنت يحبونك لأن أنت قاعد تعطيهم على كيفهم ولا لا؟ هني في الأسبوع الثاني أنت تختبر الأشخاص، هني الأسبوع الأول أنت كأنما قاعد تفرز فرز سريع عندك. حس هني برج الثور بسرعة راح تحصل منصب أو مسؤولية، مثلا يخلونك أنت اللي يعطونك وكالة على ورث، يعطونك وكالة أو مسؤولية أن أنت تتصرف في قبول أو رفض الطلبات. أوكي، في شيء نوع من أن القرار يكون عندك. تشجع، لا تتلكأ في أن أنت تأخذ قرار. أوكي، وقرارك يكون تتصرف على طبيعتك، ما تخاف أنك ترفض أو تقبل على حسب القوانين الموجودة عندك أو اللوائح اللي أنت لازم تشتغل فيها، لأن هني عندك لحظة سقوط الأقنعة في الأسبوع الثاني. يصاحبها المزيد من طاقة السيوف. عندنا ملكة السيوف، الملكة المطلقة، الملكة الأرملة، الملكة اللي راحت جهنم ورجعت من جهنم وما عندها مشكلة ترد تجيش جهنم لأن مرت بكل الخرابيط وعارفة. يسمونها الملكة المطلقة والأرملة مو لأنها فعلا مطلقة، لأن مرت بمواقف في حياتها خلتها دائما شنو أقول لكم، مثل عندها قدرة أن تحط الأشخاص. شوفوا الأبراج المائية عندهم طاقة الحدس، يحسون لما الشخص بيتلاعب عليهم. الأبراج الهوائية مو حدس، وإنما يجمعون نفس التحاليل، تحليل تحليل، تقييم تقييم على تحليل. هني تحليل، شنو التحليل؟ التحليل يجمعونه، أوكي، يخلقون فيه نمط، يعرفون نمط الناس بسرعة، يقدرون يعرفون اللي قدامهم مثل الإكس راي، بسرعة يكشف عن نوايا الشخص اللي قدامه. وهذا اللي راح يصيدك في الأسبوع الثاني، راح تملك القدرة، بس أنت اللي لا don't question yourself، يعني أنت لا تتردد، أنت اللي لا تتردد، لأن خمسة السيوف بتشوف نفسك بسرعة أكثر حتى مما تتصور. هني كل هالطاقات عندك سريعة اللي تحت في التارو، طاقة هوائية طبعا سريعة، طاقة بسرعة من أشخاص يبون يتقربون منك ويمدحونك وتعالي تغدى معانا وخلنا نطلع مع بعض ويسولفون معاك، والضحكة، طاقة الضحكة تشوفهم بسرعة ينقلبون على عقبهم، مثل ما الرسول صلى الله عليه وسلم بسرعة المنافقين، ما مدى الرسول توفى، أوكي، بسرعة المنافقين من مسلمين صاروا ورجعوا إلى دين الجاهلية. عرفت هاي الطاقة اللي ما مدى الرسول اندفن، أوكي، ما مدى شيعوا، بسرعة ترى رجعوا إلى زمن الجاهلية وأخلاق الجاهلية، بسرعة تشوفهم يرونك، يرونك ويهم الحقيقي، طيح الأقنعة. وشنك هني أنت واقف في طاقة ملكة السيوف تقول أنا صدق الحين مو ندمان، يمكن في البداية كان عندي تردد أني أرفض طلباتهم، تردد أني أساعدهم، ولكن الحين يوم رفضت وشفت ردة فعلهم في الأسبوع الثاني تأكدت أني قمت بالخيار الصائب، تأكدت أن هاي الأشخاص أصلا ما أبيهم يكونون معاي، لأن وجودهم معاي رح يكون ضار أكثر ما هو نافع. كل هاي اللمعة، كل هاي البريق هذا مو ذهب ولا شيء حتى تقدر تبيعه ويطلع لك دولار واحد في سوق الذهب. كل هاي البريق ما يسوى ولا شيء، بريق على الفاضي، معاملة، ابتسامة، ضحكة على الفاضي. أوكي، هاي اللي لازم تفهمه، وهذه الطاقة، هذه الحكمة، هاي النصيحة تعمل لكل جوانب الحياة. لا تعطي الأشخاص اللي يبونه منك وشوف ردة فعلهم. ردة فعلهم بتكون أول شيء يسوونه بشكل لا إرادي، مثل ما يقولون السكران دائما يقول الحقيقة، مو دائما، أغلب الوقت. هاي الطاقة بسرعة تخلي الشخص تشجع أنه يقلع رداء التصنع، فبسرعة راح ينقلبون على عقبهم. مثل ما قلت لك، أنا أحول
أعطيكم أمثلة عشان تتقرب لكم صورة وطاقة الأشخاص اللي راح يكونون في دربكم خلال هذا الشهر. برج الثور، أنت على وشك أن ترتقي، هني عندك ارتقاء وظيفي مادي، أوكي؟ فأحذر أن الطفيليين اللي يحاولون يرتقون على ظهرك وعلى حسابك ما يحصلون فرصة. زين، ممكن زملائك حتى في العمل أبدا ما كانوا مهتمين فيك أو يحبون يتقربون منك، ولكن من تحصل هاي المنصب أو المهمة السلطة الجديدة في مكان العمل تشوفهم، لا تشوفهم تعال تغدى معانا، تعال تعشى معانا، يبون يصاحبونك. هاي الأشخاص اللي لازم تحذر منهم. الأسبوع الثالث، هاير باور. تستمر أنت يا برج الثور في ثالث أسبوع غير متزعزعة قوتك، غير متزعزعة، كنا في ثالث أسبوع أحس أنه هنا لا تنسى عندنا خمسة السيوف، راح تكون عندهم كاونتر موف، كاونتر موف ضدك. كاونتر موف بالعربي اللي هي حركة مضادة، مو في هني صاروخ، في سلاح ثاني شغلته فقط انه يصيد الصواريخ، فهني راح تكون لهم ردة فعل بسبب رفضك. احتمال كبير ان احس هني فيها طاقة شكوى، يشتكون عليك، يقولون مع انك هني انت دائما متقيد بالصح والغلط، الحلال والحرام، باللوائح، يحاولون يطلعون فيك شيء غلط ويشتكون عليك. يروحون كجماعة، خمسة السيوف يروحون كجماعة كجروب، احسهم هني جروب ترى مو شخص واحد، جروب. انزين، يروحون يجتمعون عليك يشتكون عليك. هني ترى وش يقول لك؟ اربعة الاكواب وكرت برج الاسد، القوة. شغلتين لازم تسويهم خلال ثلاث خلال الأسبوع الثالث. أول شيء تحافظ على أن عاطفتك ما تتمكن منك. العاطفة من تتمكن، ليش طلعت عندك طاقة السيوف؟ العاطفة من تتمكن منه، إنزين، أصير جوابنا أو حجتنا اللي نقدمها للناس ضعيفة واهنة، ما نقدر. حتى وإن كنا على صواب، الناس من يشوفون منا ردة فعل عاطفية يحسون بنوع من الضعف. محتاج هني تسيطر على طاقة الماء. ما طاقة الماء ما راح تكون لصالحك في أن أنت تجاوب على ليش رفضت تعيين هذا الشخص، ليش رفضت طلب هذا الشخص، أو ليش رفضت طلبه، ليش رفضت أن تخلص له المعاملة، خصوصا إذا كنت مثلا في وزارة أو شيء كذي. هني كأنما من الأسبوع الثالث خلي الفايل، خلي الأسباب، كل طلب ترفضه كأنما خل عندك مثل الدفتر، تكتب نوتة، تكتب ملاحظة، شنو كان ناقص من كل معاملة، أو شنو سبب أن أنت كل خياراتك كانت بهالسبب أو بهالطريقة، رفضت معاملة فلان، شنو السبب؟ تحط الملاحظة على جنب، فالجواب يكون موجود عندك. كل اللي تسويه انه تفتح الدفتر وتقرأ لهم الجواب. اي ردة فعل عاطفية راح يستخدمونها ضدك هاي العصابة، في عصابة عندك، عصابة قاعدة تتحرك ضدك، يبون ياخذون منك اللي يبونه، سواء بالطيب، بطاقة النفاق، او بطاقة المواجهة. حتى ما عندهم مشكلة يروحون للراس الكبير، للشخص الكبير، ويشتكون عليك. لكن لما انت تكون في الصح، برج الأسد، لما تكون دائما أنت اللي على حق، أوكي، مستحيل يقدرون عليك. فأنت هني التحذير لك أن لا تغلط، لا تعطيهم موافقة أو لا تسوي شيء من أجل إرضائهم. حتى لو أرضيتهم بيتحول الشيء إلى ابتزاز بعد فترة، وبعد بيشتكون عليك، بعد تطلع أن أنت مقصر. فخليك مقصر في نظرهم، ولكن مو مقصر في نظر القانون والإجراءات. هذا اللي راح يصير بالحالتين. كأنما أحس هني إنه بعد راح يختارون إنه يشتكون عليك. Deep knowing، المعرفة العميقة، أوكي. بس هني إذا تلاحظون البومة أيضا طائر، أيضا طاقة هوائية قاعدة تضحك. البومة قاعدة تضحك وهي واقفة على القمر. القمر دائما يسمونه طاقة الظلام، طاقة الأشياء اللي مش واضحة. ومع الأسبوع الرابع عندنا كرتين من التارو، ثمان الخماسيات والغصن الأول. أحس هنا اللي راح يصير في الأسبوع الرابع أو في نهاية الشهر، راح يصير موقف
يخليك انت تضحك او انت اللي تتشمت بهاي الاشخاص، شنو اللي راح يصير؟ احس هني سيناريوهين، اما راح ياخذونهم ويقطونهم برا، بما معناه لو كانوا زملائك في العمل راح يعاد تعيينهم في مكان ثاني، او راح يفرقونهم لو هم صارين عصابة وكلهم في قسم واحد، راح كل واحد يقطونه في قسم ثاني، اوكي؟ ولكن راح تحصل ثقة اكبر من الاشخاص اللي عاطينك هاي المنصب وهاي السلطة، انزين؟ ونفس الشيء لو كان الوضع عندك في زواج او في شراكة او في حتى مشروع، لو كانوا موظفينك هم اللي قاعدين يسوون هذا الشيء، فكأنما في الاسبوع الرابع راح يكون في نفس طاقة التفريق. الغصن الاول قاعد يفرقهم هاي العصابة، يقض كل واحد في قسم، راح يضعفون عن طريق التفريق، اوكي؟ هذا بشجعك الطاقة او قلك ان هذا اللي راح يصير، راح يصير شيء يفرقهم وانت ترجع الى عملك تحترف زيادة فيه. كأنما احسك هني تقعد مع الاشخاص المهمين في نهاية الشهر وتقررون اضافة شروط جديدة عشان تتفادون ان تمرون بوضع مشابه، عرفت قصدي؟ يعني ان تحطون قانون زيادة او اشتراط زيادة عشان ما تردون تمرون بموقف مشابه مع نفس الاشخاص. وهذا الغصن الاول قلت لك احسه في طاقة تفريق، طاقة ان كل واحد يكون لسببه، زين؟ كل رفض كان لسبب ويكون في كتابة، احس هني كتابة تحديد بالضبط، وانت عارف اسباب رفضك. اسباب رفضك ما تخص العاطفة، تخص السيوف، تخص عدم استكمالهم لشروط معينة، اوكي؟ فكأنما هني احسك كنا قاعد تكتب تعبي تقرير ترفعه الى الجهات المختصة، الى الجهات العليا، اسباب رفضك لهاي الطلبات، انزين؟ ولكن الانتصار راح يكون ان شاء الله من حليفك اذا اتبعت هاي النصائح خلال هذا الشهر. انت اللي راح تكون تضحك في الاخير، لان تشوف هنا عندنا الطائر اللي هو البومة، مثل اللي قاعدة تضحك بهدوء او تضحك بسكات. وراح اسحب لكم الحين الطاقة الحيوانية. قبل ما اخلط الكارتات، هذا الكارت كان موجود تحت، ستارفش، نجمة البحر، جدا يليق. هذا هو الكارت ويليق بالقراءة. ستارفش دائما هذا الكارت يتكلم عن الجمال السطحي، الجمال السطحي، الشيء السطحي، الشيء الزائف، اوكي؟ هذه طاقة الاشخاص اللي انت تتعامل معاهم، تعاملهم سطحي، نواياهم سطحية، محتاج انك تتعمق اكثر بالتلسكوب. فاير انت، النمل الناري، طاقتهم مائية، يحاولون يستفزون منك نوع من العواطف، او يستفزون منك اما عواطف ان انت تصير صديقهم، اما عواطف ان يشتكون عليك باي طريقة. يحاولون يستفزون منك طاقة المياه اللي انا حذرتك منها هني، اوكي؟ خليك في طاقة النار، في طاقة مباشرة عملك، في طاقة السيوف بعد زينة، ولكن لا تدخل في طاقة الماء، انزين؟ الفاير انت هم بيسوون، قلت لك هني كاونتر موفمنت، يسوون حركة عشان يستفزون منك ردة فعل معينة. ان شنو المفروض خلال هالشهر يكون ردك على هاي الاشخاص؟ دائما النمل الناري يتكلم عن جيش جاهز ومستعد، وكل جندي في هاي الجيش عارف شغله، عارف بالضبط الى اي مكان ينتمي، عارف. يعني مو كل النمل شغلته جنود، بعضهم جنود، بعضهم يبنون، بعضهم نمل عامل. في شيء يخص هني ان انت تتعمق زيادة في الشروط والاشتراطات وحتى السلطة، تدرس السلطة بالضبط اللي عاطينك اياها او اللي راح تحصل عليها قريبا. السلطة هاي تسمح لك شنو تسوي وما تسمح لك شنو، لازم تعرف حدود سلطتك، اوكي؟ لازم تعرف تكون متمرس زيادة في ان تفهم قوانين هذه السلطة، او تفهم اشتراطات العقد اللي انت على وشك حتى ان تتوقع مع هاي المؤسسة، انزين؟ تعرف مكانك بالضبط وتعرف شلون راح تتصرف، لا تتردد، اوكي؟ لا تتردد. دائما النمل الناري يتكلم عن الدفاع وعن الشراسة، لا تتردد في الدفاع عن شيء انت عارف انه خطأ، لا تجامل. هذه الطاقة تقول لك لا تجامل، لأن في الحالتين هاي الأشخاص راح ينقلبون عليك، ف
فخلهم ينقلبون عليك وانت صح، وانت كل اوراقك رسمية موجودة، كل اسبابك حاضرة، ولا تخليهم ينقلبون عليك وانت فعلا عطيتهم. بعطيكم مثال يضحك لمدى خبث الناس، وما بتصدقونه يمكن حتى ما تصدقونه، بس لحد الان انا اتذكر هاي الموقف. كنت في الابتدائي، انا دائما كنت من الطلبة المتفوقات. الطلبة المتفوقات عندنا يخلونهم اما يساعدون الطلبة الاضعف او اما يصححون لهم الاجوبة. يعني احنا نكون متفوقين شاطرين، بسرعة خلصنا اجوبتنا، فيعطونا نصحح حق الطلبة، يعطونا حتى المدرسات قلم احمر عشان نساعدهم ونصحح حق هذلاك الطلبة اللي اضعف منا. هذا الشيء دائما يستدعي ان في احد، رح نواياتكم مو زينة معاك، دائما في احد يبي يكون في مستواك، مو بجهده ولكن بطريقة انه يخرب عليك. هاي الطاقة انا قاعدة اطبقها على قراءتك. انزين شنو اللي راح يصير؟ في مرة في واحدة كانت اجابتها غلط، اوكي، انا بالغلط حطيت لها صح. بعدين لما وصلت قريت كامل الجواب، كل الجواب، اكتشفت ان جوابها غلط، فقلت حرام لبنية، ليش اسوي لها خطأ كبير او اعلم على دفترها اسوي لها خطأ واخليها مثلا تتشوه صورة صفحتها. قلت لها روحي عدلي الجواب كذا كذا وتعالي اتأكد منه. تدري هاي الطالبة شنو سوت؟ الطالبة خذت الصح اللي انا سويته بطيب نية، واللي انا عرفت ان خلاص المفروض ما اعطيها الصح، ما اعطيها الموافقة على جوابها. كنا صغار ترى، كنا في الابتدائي، بس تتخيل طاقة الخبث موجودة متأصلة في بعض البشر، ترى متمرسين اكثر منك في الخبث، ولكن انت عندك القدرة ان تكشفهم. وهذا الدرس كان جدا مهم لي، ان لا تطلعين من لائحة، لا تخافين ان تشوهين صورة احد، لا تخافين ان تحطين اكس على احد، لان الصح اللي انت حطيتي، الموافقة اللي عديتي عليها، وان كان موقف سخيف ولكن اثر علي لكل حياتي عقب. بقول لكم شلون. راحت خذت الدفتر وبدل ما تعدل الجواب وترجع لي اتأكد منه، راحت ودت للمدرسة قالت لها ان تشوفي شلون عليا ما تعرف تصحح، مع اني من الطالبات المتفوقات المبدعات. راحت ودت لها الدفتر قالت شوفي عطتني صح وانا جوابي غلط. تخيلوا مستوى الخبث في طالبة طفلة من الابتدائي. شنو اللي صار؟ اللي صار ان انا من هذاك الصف، تقريبا كنت في ثالث ابتدائي، من هذاك الصف لحد ما طلعت من مرحلة الابتدائي، تخيلوا نفسيا ما تقبلت اني اكون متفوقة، ما رجعت لمرحلة التفوق. بتقولون شلون موقف كذي بسيط غير؟ هذا الموقف غير ان انا عمري ما وثقت فيني المدرسة عقبها اني اصحح الدفاتر، وانا كنت دائما متعودة اني اكون من الطلبة اللي عندي مستوى سلطة معين في الصف. مشكلتهم اذا يغارون مني، بس انا عندي مستوى سلطة معين ودائما قريبة من المدرسة، والمدرسة دائما تثق فيني وعندي اصحح. من بعدها المدرسة صارت مهما اراويها جهد ما تثق فيني، خلاص سلطة وفقدتها بسبب خبث احد بطيب نية مني انا. بعدين تخيلوا من هذاك الصف لحد ما تخرجت، يعني يمكن احتج 3 سنين عشان اتعافى نفسيا من الموقف هذا. ما رضيت او خلاص ما عدت احط الجهد اللي احتاجه عشان اصير متفوقة او احافظ على شيء اسمه تفوق، لان خلاص انا عنالي التفوق ان يكون عندي برستيج معين في المدرسة. دام اني فقدت هاي التفوق خلاص ما ابي، وكنت انا بعد طفلة. فهاي النوع من المواقف ما يتحمل منك مرونة يا برج الثور، ابدا 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 ابدا. انت ما تعرف مستوى الخبث، ومستحيل تدرك مستوى الخبث اللي راح تضطر تتعامل معاه في المستقبل. كل اللي تسويه ان لا تمنح الموافقة لاي شيء، وتعمق في دراسة الانظمة والشروط، لان عندك اشخاص خبيثين، اشخاص ظاهرهم غير باطنهم، اشخاص طول حياتهم يراقبونك ويغارون منك. ليش؟ مو شرط ان انت تملك الكثير، مو شرط ان انت ألبرت أينشتاين، ولا انا كنت ألبرت أينشتاين، ولا بنصير مثل هذا الشخص، ولكن طلعوا ان في يدك شيء ويغارون منه ويبون يوصلونك لمستواهم، يبون يوصلونك لمستواهم. مثل ما اهما طلبة ايوني انا عشان اصحح لهم وعشان انصحهم، يبون يشوفونك في نفس مستواهم مو افضل منهم.
كل التحذير وكل الحب وكل التقدير لبرج الثور.